كرة ترحيل السوق الجملة ديال الدار البيضاء اللي في الحي المحمدي اللي غادي يرحلوا لمنطقة العسيلات التي تبعد عن مدينة الدار البيضاء حوالي تقريبا واحد 20 حتى 25 كيلومتر، وهذا ما تيساعدش المهنيين. وحنا كنا في المجال الحضاري تنوليو في المجال القروي، وحنا كنا على في الدار البيضاء تنوليو على عمالة برشيد، ماشي انصاف الجهودات اللي درنا شحال من عام في هذا القطاع، ولهذا حنا رافضين هذا المقترح تحويل السوق للعسيلات، وترفضوا رفضا تاما هذا المشروع هذا. وحنا راه الى ما استجبوش لينا المسؤولين للطلبات ديالنا راه حنا غنخرجوا في وقفات احتجاجيه، واحد النهار نتوقفوا يوم بدون دجاج في الدار البيضاء، الى ما استجبوش لينا نقدروا نديروا يومين بدون دجاج، نقدروا حتى لا ما استجبوش اسبوع بدون دجاج، نقدروا ما نجيبوش دجاج ولا ما جابوش دجاج، راه هذا راه تعتبر ضد الامن الغذائي. خاصنا حنا يوقفوا معنا ويتحاوروا معنا، فاذا المسؤولين تياخذوا القرارات احاديه ما تيستشروش مع المهنيين، هما اللي معنيين. تيجي واحد الموظف وتيقول لهم ديروا هذه وديروا هذه، راه خاص المهنيين اللي معنيين الامر هما اللي تيخدموا في هذا المارشي، خاصهم هما اللي يتحاوروا معاهم. ملي جينا نحاجوهم تيقول لك تنقول لهم علاش هذا السوق غيتحول؟ تيقول لك اودي الاسباب ان هذيك النقطه ولات نقطه سوداء من ناحيه النظافه والتلوث، الا كان التلوث راه الجدران ما كديرش التلوث. اذا لا كان التلوث راه كتكون من الجهات المسؤوله على هذاك السوق اللي ما خداماش من حيث مثلا النظافه واش التاجر هو اللي غادي ينقي تما وينظف؟ هو التاجر كيخلص مبالغ مهمه ديال الجبايات، وكذلك كيخلص يعني ضرائب اللي هي كثيره لا يستهان بها، واش هو اللي غادي يجي ينقي؟ اذا بما ان كاين تما كاين يعني تنقولوا ظروف غير ملائمه من ناحيه النظافه، راه بالفعل الفاعل اللي هو المسؤولين عن الناس النظافه، الا كان التسيير غير ملائم راه المسؤولين ديال التسيير. احنا من هذا المنبر هذا كندعيو جميع يعني المسؤولين على هذا اللي قرروا هذا سميتو يجلسوا معنا للطاوله وتحاوروا معنا باش نلقاو الحل الانسب يعني باش نخرجوا بواحد التوافق بيناتنا اللي ما فيه خير لهاد المهنيين ونخرجوا من هذا المأزق هذا بسلام. احنا من الناس اللي غادي يتضرروا من ترحال هذا السوق هذا، لانه دا غيديروا في واحد البلاصه بعيده تقريبا واحد 30 كيلومتر على المكان اللي كان فيه. بالنسبه لنا احنا كاصحاب حوانت غادي يكون عندنا واحد زياده في ترونسبور، كنا كنجيبوا مثلا القفز ب 500 ريال، دابا غنوليو نجيبوه ب 70 درهم حتى 80 درهم، يعني هذيك القيمه غادي تزاد على المستهلك. احنا المستهلكين عندنا ما قابلينش الدجاج باش تزيد عليه درهم ودرهم ونص، فاذا غادي تزيد جوج درهم، اذا غادي نوليو حنا كنزيدوا على المستهلك ثمن اكثر من الواجب. هذا غادي يؤدي بان الناس ما غاديش يبقى اقبال على الدجاج. حنا ماشي ضد القرار ديال ترحال، حنا ضد القرار الاحادي الفرادي انه ما استشروش معنا كمهنيين.